هاد الوصفة هادي للناس اللي عندهم آلام الرأس، تيكون عندهم البرد، تيحس بالشقيقة، تيحس بالحريق. فقط تبعوا معايا الطريقة كيفاش نخلطوا ونحضروا، تشوفوا المكونات. خليكم معايا ما تمشوا فين، الفيديو اليوم زويون وبغيتكم ان شاء الله تكتروا لي لايك. خليكم معايا ان شاء الله. اهلا وسهلا بنات خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنشكركم بزاف. واحد التعليق اللي انت اللي رديت له البال هو الفيديو اللي حطيت ديال كيفاش نهزوا الرحم او الوالده. قلت لكم بحال رحمه الله، كنت فعلا سمحوا لي بزاف الاخطاء تتكون هكا لغويه ما تحسوش بها، يا ربي تسمح لينا. وكنشكركم بزاف، زعما الثقه تيكون زوين في المحل ديالو والله يسمح لينا، لان بزاف الاخطاء تنقولوها بزاف بدون من هكا بلا ما نشعروا. نتمنوا من الله يدوزنا برحمته ومن فضله، وراه ربي رحمته واسعه للعباد، غير حنا بعد المرات اخطاء ما تنحسوش بها. كنشكركم بزاف على اللي رضيتوا ليا البال، الله يخليكم ليا والله يخطيكم والله يبارك لكم صحيحتكم. يعني فين ما كان شي خطا مني ردوا ليا معكم البال، الله يسهل عليكم. وشكرا على المتابعه والله يسمح لينا، والله يسمح لينا فعلا ما طلبناش السماحه من ربي الكريم، راه ما عندنا فين غنمشيو. نتمنى الله يغفر لينا وليكم، والله يسمح لينا وليكم، والله يدخلنا برحمته وبفضله، والله يتقبل منا الاعمال والعواشر هذه يا ربي امين. والله يحل الحزام كل محرومه من الوليدات، والله ييسر كل وحده اللي طالبه الزواج، والله ييسر كل واحد طالب العمل، والله ييسر كل واحد طالب الشفاء، والله يصلح الوليدات ويصلح الحال على بركه الله. نبداو ان شاء الله وصفه اللي غزاله فعلا، حتى غنديرها لشعري لاني غنمشي للحمام وخصني فعلا الخلطه، وقلت نشاركها معكم. هذه كنديرها امتى؟ هذه فيها بزاف العلاج. اولا كتغذي الشعر، ولكن كتجبر الجلده او كتشد ديك الجلده ديال الراس. كنعرفوا بزاف الناس يعانوا من الحريق ديال الراس، من فروه الراس، من الحكه ومن البرد. وما تسناوش بنات خالتي ولاد خالتي حتى يفوت فيكم البرد، عاد بداو تعالجوا. كيطلب بحال شي طبعه الا شدت في شي ثوب، كيخصها الوقت باش تزول. هذاك الشيء اللي نقول لكم انا فين ما كنعاود بلا ما قلت، انا فين ما كنحس براسي كيكون سيال الانف، واخا عادي تنحس بجهه الناظره عندي تيحرقني، لان بعد المرات تنديروا اخطاء. تكوني عرقانه هكا في السياره، ولا تكوني في شي بلاصه تيدوز لك البرد، تكوني مثلا الفولار ديالك تزولي قبل ما تبردي، كاين اللي تيحيد الكاسكيطه. بزاف الاخطاء كنديروهم وما تسناوش حتى يتجمع لك البرد. اللهم من الاحسن مره الانسان يعملها، هي مفيده ما عندها باش تاذيكم. وانا كنعملها فين ما تنحس براسي محتاجه، جلده الراس تكون محتاجاه من تنحزمو ثاني الراس، يعني الراس ديالنا محتاج بحال هاد العنايه هذه. بلا ما نطول عليكم بلا 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 بلا، نكثروا ان شاء الله نبداو على بركه الله. نحتاجوا بيضه، اللي عندكم بيضه بلديه ولا روميه نحتاجوا الاصفر على بركه الله. الحناء، وبزاف الناس ما تيستعملوش الحناء كما قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، صلوا على النبي ان شاء الله باش تربحوا. الحناء اي عله، الحناء بزاف الناس ما تيديروش، يقول كتخسر الشعر. لا دخلتي رديها هكا بودره الحناء. الا مشيتو دابا دخلتو الفيديوهات عند الاجانب، راه ولاو تيعملوها ماسكات والله العظيم، تيخلوها منيله تيعملوها مع اصفر البيض، وبعد الزيوت اللي بغيتو اللي حبيتو اللي كترتاح لكم فروه الراس او زغبه الراس عملوها. راه الحناء لكل عله لكل داء، بكري كانوا يجبروا بها حتى الناس المهرسين هي والحلبه. الحناء ماشي تاخذيها بكيه لا، ولا علبه ولا لا، تاخذي اوراق وتشمسيهم في الشميشه وطحنيهم. انا كندقو في المهراز عاد كنطحنهم، ولا كتمشي عند السيدات التحيه ليهم اللي كيبيعوها موجوده مع الكحول، تتكون هي المقلده، كتقول لك هذه ديال النقيش وهذه ديال الحنة وهذه ديال الشعر. تاخدي الحنة الاصيليه اللي ما فيها حتى شي حاجه باش ما تاديش الزغبه ديال شعرك، وفيها علاج. الحنة اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو على حساب القياس. المهم هي هذه غنديروها في الجلده، ما غادي نديروهاش في الشعره في الزغبه، لا غنديروها في الجلد، يعني الكميه لا باس بها. وغنحتاجوا الحلبه اللي هي تكون مدقوقه على يديكم، الحن هذيك العفوا الحلبه البلديه ماشي الحلبه الاخرى، هي كلهم زوينين ولكن البلديه سبحان الله عندها دغيا دغيا كت في البلاصه تكون عندها
المفعول. وعندي الكحل انا دايره في البلاستيكه، انت راه عمرت يديا الكحل، انا داك قايتو بيديا، ولا بغيتي نشارك معكم ما عنديش مشكل. للعلاج هذا كنديروا الشعر غزال، وكنعمر به حتى فروه الراس، هي ممكن يستعملوه الرجال بحال كان اللي عنده الفراغات في الراس ديالو في الشعر، وتيبغي يبين انه الشعر طبيعي عادي ما فيه حتى ريحه وما عنده حتى اضرار، ولو تبقاو به حتى اسبوع انا كنبقى به ما عنده حتى شي ريحه. كتختاروا اي زيت، زيت الخروع ولا زيت اللوز، او بعد طريقه كاينه واحده اخرى طريقه غزاله اللي بغى هكا شعرو او اللحيه عنده ما كيبانش، كيدير بخاخ فيه ماء كيرش فقط فروه الراس او فروه الجلد يعني الفروه، كيرشها هكا شويه وينشف بفوطه، وكناخذوا هكا هذا بالاصابع وتنملؤوا الفراغات صافي، وكنمسحوا وكنمشطوا، تيشد في الجلده واللي شافك تيصحبك الشعر ديالك حيله فن. هذا كنديرو انا، عاود بلا ما قلت انا، الا كان عندنا شي مناسبه وبغيت نعري كنحيد الفولار مع النساء، تيبان داك بعض المرات تبان شي قروعيه عندنا في راس الشعر تيطيح مع الوليدات ومع الكينه الله يسمح لينا، راه زوين ومع المده تينوض الشعر وتيعطي واحد اللوين غزال الشعر. والله انا عندي الشعير ديالي اسود كانني دايره ليه صباغه، كندير الكحل الكحل الكحل، بعض المرات كندير الحبه السوداء. الكحل من الاحسن يكون حار في الاعشاب، انا بغيت نشارك معاك هذا والله الا انا اللي داقه بيديا، كتمشي عند العطار تيعطيك القوام اللي تيكونوا حتى كلشي سخون. هذا دايره في البلاستيكه، علاش؟ لاني غنسالي، هاني دايره هنا عندي مجموعه تبارك الله، هنا كنسالي وتنديرو في هذه البلاصه وتنزير عليه باش يبقى سخون، لانه بغينا الشعر. والقرنفل او المسمار اختياري حتى هو زوين تيجمع الشعر. ما بغيتوش ممكن ديروا زيت القرنفل او زيت الحبه السوداء، ثاني غزال هادو ثاني ديروه ملعقه ملعقه، ولا زيت الكاليبتوس كنعرفوا سخون. الناس اللي عندهم الالام في الراس تيحسوا بالزفزيف تيحسوا بالمطور، الله يحفظها السلامه، منين الراس تيمرض راه ما كان صافي الانسان تيتوقف، كيعود خصو يا ربي غير يحيدوا لي ديك الماسك اللي في الراس. هاد الوصفه كنعتمد عليها، كنديرها مره كندير بزاف الوصفات، اي حاجه اللي كنديرها كنشاركها معكم. بما انني قررت اليوم غادي نعمل هاد اللبخه او التخليطه للشعر نشارك معكم. غناخذوا اصفر، راه ماشي مشكل انك تكملي الشعر ديال كله فقط الجلده. غناخذوا دابا الاصفر بحول الله كيبان لكم، ولا نزيد الكاميرا شويه قدام هكا مزيان. غناخذوا اصفر بسم الله، ناخذوا الاصفر. بغيتو ديروا البلديه، بغيتو ديروا هذه اللي كان كنعرفوا البيض غزال. هذه الوصفه هذه مغذيه وكتعالج البرد القديم، بحال كتجبر كنقولوا تتجبر الجلده بسم الله. ها نتوما قياس الحلبه اللي بغيتو، الحلبه كتنوض الشعر تتعاود الانبات كتنوضو من جديد، ها نتوما وتتشد، واخا الريحه راه كتمشي مع الغسيل. ها نتوما غنحاولوا نخلطوا على داك الاصفر اللي عندنا، راه فايت حاطاها هذه حتى كيعملوها، هذه عندك الحلبه والحنه واصفر بيضاء كيعملوها للاطفال اللي عندهم الراس ديالهم بدا كيكبر، بدا كي مع المده كيتفرق. ممكن الام توكل على الله وتقرا ما تيسر من الذكر الحكيم من القران الكريم، وتاخذ زيف جديد وتحطه على مستوى الجبهه والناظر وتزير، ماشي بزاف لان التربيه ما غاديش يقول لك راه ماما درني راسي، نحس به بضيق صح صافي، واحد قل من نصف ساعه نحيدوك تعملي 3 ايام كيبقاش الراس يكبر. ولا ما بغيتوش تعملوا هذه ممكن انكم تاخذوا باندا، باندا كتكون شويه مزيره نبقى نعملها له، لقيت لي تيكون يلعب استعمله له يوميا يوميا، ما يبغي نعس نحيدها له، مع المده ما حدو كيكبر الراس كيتجمع. كنعرفوا الاطفال بزاف الوليدات تيكملوا ديك 40 يوم تيبدا الراس يشد كي واحد الشكل اللي سبحان الله العظيم. هذه الطريقه كتجمع، غناخذو هكا نخلطو حتى نحسو بالقوام، ما يكونش معقد ثقيل باش ما يلصقش لينا في الشعر. ويلا شفتوه ثقال ممكن تضيفوا زيت القرنفل او زيت الكاليبتوس او زيت الحبه السوداء، هادو كلهم سخان وتيعالجوا الشعر. دابا درنا الحلبه ودرنا اصفر بيضاء، غنزيدو الحناء حتى هي على حساب، هادو كلهم مغذيين للشعر وما كاين ما احسن من هادشي الطبيعي. الا بغيتي الحنة ما تشدكش في شعرك بنت خالتي ما تطوليش، واحد ساعتين وغسلي، ولكن ديري بلاستيكه. دابا انا ملي غندير هذا الخليط
دابا بدي عقاد شويه غنزيد زيت الزيتون. انا تيعجبني زيت الزيتون لاني فايت عامله زيت الحبه السوداء ودير القرنفل. القرنفل اختياري ما غنديروش، اللي عنده طونسيو ما يديروش، اللي عنده الحريق بزاف انا من الاحسن هذا كندي معايا الحمام مطحون مدقوق، كندخل الحمام وتن نعمر به بحال كوفروه الراس فقط من فوق القلقوله في الفتره اللي انا كنحكو فيها وتنديروا الصابون البلدي، كيكون الراس سخن ما كتجي تخرجي بتخالتي كيكون صافي الحمد لله الراس تجمع. ولكن ردوا البال، اخطاء اخطاء اللي كنعملوها بزاف الناس تيدوشوا ما تيديروش السوشوار، ما تيخرج بشعره فازق ولا تيدير ولا تينعس هكاك بشعره فازق، ما غايجيش فين الشعر ينشف حتى كيدوز داك البرد للرجل ولا العيالات، دائما السوشوار. الكحل ثاني غزال الكحل، نحاول هكا باش ما نعمرش يدي لانه تيلصق في الاظافر ما نقولش لكم، انا على حسب التصوير ما انا ما عنديش مشكل. هانتوما الكحل بقاو تعملوه راه مزيان، حاولوا القوام يكون خفيف على هكا انا ثقال. غنضيف زيت الزيتون، هانتوما خص داك يكون شويه ثقيل، علاش شويه يكون خفيف باش ما يجيش فين يبس حتى كيكون الراس تجمع. وتم العلاج باذن الله الواحد الاحد، وسمحوا لي راه بعض المرات تيكون شي اخطاء ولفنا عليهم، الله يسمح لنا الله يسمح لنا، بعض المرات نديرو شي اخطاء في الحكي ديالنا في الهضره، في الله يسمح لنا يا ربي تسمح لنا وتذوق برحمتك، راه ربي كريم ما تيغضبش علينا وما تيتقلقش علينا، ربي رحيم منك باقي عاطينا الهواء والاكسجين الحمد لله الحمد لله، ملي باقي كنتنفسوا الهواء على الاخطاء ديالنا راه الحمد لله والف الف حمد الف شكر الله يدوزنا برحمته. دابا ان شاء الله غنزيد زيت الزيتون ونخليكم ان شاء الله غنعملوا الشعير ديالي هكا، غنجمع نعمركم الطريقه، غنجمع ان شاء الله غنعمر غير فروه الراس نسالي وندير له بلاستيكه وندير فوق منه فولار، ملي نحس براسي صافي سخن نحيد البلاستيكه وندير الفولار، علاش لان ما غايجيش فين تجمع ليا الراس ديالي ويشرب هذه المكونات كامله، غيدوز البرد وغنتعرضوا لواحد المنزله اكثر. البنات لا النساء اللي مرض اكثر مرض يعني عندهم واحد الحريق كثير، من الاحسن تعملوها في الحمام، تكون ديتي معاك الخلطه صوبي هاد الخلطه في شعرك وتكون شويه معقوده، علاش لان الحمام سخون غادي تديع، تكون شويه شوي 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 على هذه بحال هكا، وندير غير فولار عادي لان الحمام سخون، ونمشي نقضي الغرض ديالي بين ما حكيت وبين ما كملت الحكان وساليت، غيكون الراس تجمع ومنين منين نغسلو ونبغي نخرج نحاول نغطي اكثر، نحاول نغطي اكثر لان علاش لان الراس تجمع وشرب دوك المكونات و الا تعرضتو للبرد غيكون خطا. سمعتوني بنات خالتي هادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما يكونش طويل. هاد الخلطه هذه تقدر تعتمدوا لها فين ما حسيتوا بالحريق، تقدر تستعملها مره في الشهر، تقدر تستعملها مره في شهرين، انا ولفت عليها فين وفين ملي كنحس براسي تزير عليا وبدا الالم كيحرقني بالاخطاء ديالنا كنعاود نديرها، منها غذاء ومنها شفاء، يعني الراس كيتغذى فروه الراس كتغذى كيحيد القشره تيحيد تيجمع ديك الجلده، ما تخليش ديك الجلده انها تعقرك ولا تحرقك. الحلبه والحناء والكحل اروع ما يكون، واصفر بيضاء اروع ما يكون ماسك. المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش غنجمع الشعر بما شفتوا الفيديو، ومع السلامه ابنات خالتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عليا بنات خالتي، فعلا هذه الوصفه عملتها انا لراسي وسمحوا لي راها زوينه.